للمزيد حول تداولات الأسواق العالمية مع بالاستوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. رائد أهلا بك. خلينا نتحدث عن يمكن الحدث الأبرز هو يوم الجمعة واللي حيكون اجتماع البنوك المركزية بجاكسون هول. شو بنتوقع؟ طبعا مثل هذا الحدث المهم منتظر بشكل كبير، يعني الحقبة التي مررنا بها في مطلع تعاملات هذا العام وأيضا بنهاية تعاملات العام الماضي وهي اتساع الفجوة ما بين السياسات النقدية حول العالم، يبدو أن هذه الفجوة بدأت تضيق تدريجيا مع توجه بنوك أكثر ودول أخرى لتشديد السياسة النقدية جنبا إلى جنب مع الاقتصاد الأمريكي. الفيدرال الأمريكي ننتظر حديث جانيت يالين، أي تلميحات، هل ضغط التضخم بالآونة الأخيرة سوف يثني الفيدرال الأمريكي عن التوجه نحو رفع ثالث لأسعار الفائدة هذا العام؟ لأنه صرنا يعني في مرحلة يعني نتساءل هل سيكون رفع ثالث في هذا العام، مع يعني مع فترة ماضية كان هناك شبه يقين أن هناك رفع ثالث، والحديث عن عدد مرات الرفع وكيفية التوجه نحو رفع أكبر لأسعار الفائدة في الفترة القادمة، لكن يبدو أن ثقل موضوع التضخم المتباطئ والذي ظهر بعدة بيانات صدرت على الأقل في الأسبوع الماضي ضغط نوعا ما على الفيدرالي الأمريكي، وظهر ذلك في محضر اجتماع الفيدرالي الأخير. وين بنشوف اليورو دولار بتحرك؟ ما نحن متوقعين أنه ماريو دراغي يعطينا أي سبيشة وأي إشارات لتغيير السياسة المالية اللي بتتبعها المركز الأوروبي. إحنا كنا شفنا 166 اللي وصلنا اللي بيسمي 3 week low أو أدنى مستوى منذ 3 أسابيع، بدأنا نتحرك صعودا عن هذه المستويات. أين ترى اليورو بيتجه؟ إجمالا نتمكن من الوصول إلى مستويات 1.18 ولامس هذه المستويات خلال تعاملات يوم أمس، وهناك زخم موجود في أداء اليورو دولار الأمريكي في الوقت الحالي واستفادة من ضعف في الدولار الأمريكي. حقيقة لا يزال هناك مومنتوم بالاتجاه الصاعد، تعويل أكبر على إمكانية أن يصل اليورو إلى ارتفاعات أكبر في الفترة القادمة، مستغل ضعف الدولار الأمريكي اللي ارتفع بشكل طفيف بتعاملات الأسبوع من 93 ل من 92 إلى تقريبا 94 قريب منها، أو عفوا 93 40 من 93 30 إلى 40، تعتبر زيادة طفيفة جدا ومنتين عند هذه المستويات. طبعا بنتيجة الضغط والتوتر الجيوسياسي اللي تفضلتي ذكرتي، هذا يضغط أكثر على زوج يورو دولار الأمريكي ويعطي مجال أكبر لإمكانية الاستقرار على الأقل فوق مستويات 1.15. نتحدث شوي عن الدولار الأسترالي، هذا فيرسز المعادن. احنا شفنا إقبال جيد على هالمعادن، ارتفاع على الزنك على الكوبر لمستويات لم نراها منذ حوالي سنين، يعني الزنك وصل لمستويات منذ أكتوبر 2007، الكوبر أيضا رجع لمستويات منذ نوفمبر 2014. أسترالين دولار بيستفيد من تحسن التعدين لأنه بيحسن شركات المعادن، أكبر وحدة مدرجة بالبورصة الأسترالية. أين ترى هالزوج بيتحرك؟ إجمالا المعادن التصنيعية إجمالا كان هناك قفزة فيها في على الأقل 3 أسابيع الماضية، إضافة أيضا الذهب وتعاملاته بالارتفاع واقترابه من مستويات 1300 دولار للأونصة بشكل أكبر خلال الفترة الماضية، والآن يضغط نوعا ما مستقر فوق التحسن، يستغل أيضا الأداء الإيجابي ويستغل إمكانية التوجه نحو تشديد السياسة النقدية مع ارتياح ضمني نحو مستويات التضخم إجمالا. وكان عندنا بيانات البطالة في الأسبوع الماضي من أستراليا أو التوظيف كانت إيجابية، بالتالي كدولار أسترالي من المتوقع أن يتجه نحو مستويات 1.5 تقريبا، نتحدث عن 800 مستويات 800، والضغط على هذه المستويات الاستقرار عند هذه المستويات ممكن يفتح المجال لمزيد من الارتفاعات. طبعا ضعف الدولار الأمريكي هو المفتاح أمام كل العملات الموجودة حاليا لاغتنام الفرصة وارتفاع نحو مستويات مقاومة واختراق هذه المستويات. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.